يعني انت عملت حاجة كل صحفي نفسه يعملها، يعني انه يبقى معاه انفرادة ب يعني صفحات فيلم لأديب نوبل. فانت النهاردة حابة اعرف منك ازاي اصلا حصلت على سيناريو الفيلم، خليني اقول، والتفاصيل بقى حصولك على السيناريو ايه هي؟ زي ما حضرتك قلت كده ان اي صحفي يتمنى ان هو يعمل موضوع يتعلق بالروائي العالمي نجيب محفوظ، اول اديب عربي حصل على نوبل، واللي قالت عليه نوبل في حيثيات الفوز ان هو اديب صبر على الكتابه طيله سنوات عمره، لانه كان في الوقت ده كان عنده 77 سنه وكان مازال بيكتب، وقال ان هو افنى حياته في كتابه الروايه والقصه. فطبعا كل واحد بيفكر في ذكرى، لما تحل ذكرى ميلاده او ذكرى وفاته ايه الجديد اللي ممكن نقدمه للقارئ عن نجيب محفوظ، وخصوصا نادرا لما تلاقي حاجه جديده عن اديب العالمي نجيب محفوظ، لان معظم اعماله مطبوعه او متنفذه في السينما والدراما. فالحكايه بدات بمكالمه مع بنته السيده ام كلثوم، فاحنا بندردش عن حياه نجيب محفوظ، انا بحاول اطلع منها حاجه جديده الناس ما تعرفهاش. فمن ضمن الكلام قالت لي ان هي لقت وهي بتدور سيناريو لفيلم للكاتب العالمي نجيب محفوظ لصلاح عام، بيتكلم عن صلاح الدين الايوبي. فانا طبعا في البدايه ظنيت ان هو الفيلم اللي شارك فيه وتم تنفيذه وقام ببطولته الفنان احمد مظهر. فقلت لها طب يا ريت تبعتي لي جزء من السيناريو على اساس ان انا انشر انفراد بخط ايد الكاتب العالمي نجيب محفوظ. لما بعتت لي بعض صفحات السيناريو في البدايه، جيت اقرا السيناريو لقيته مختلف تماما عن اللي تم تنفيذه. فرجعت اتصلت بيها قلت لها ده الفيلم ده مش هو اللي تم تنفيذه، قالت لي هو فعلا فيلم تاني خالص كان هيقوم ببطولته الفنان فريد شوقي وينتجه فريد شوقي. لكن ما حصلش نصيب لاسباب هي لا تعلمها. ودي كانت بدايه العثور على سيناريو بخط ايد نجيب محفوظ. فطبعا طلبت، عشان الصحفي دايما بيدور ولازم ياكد من معلوماته، فطلبت منه ان تبعت لي اكتر اوراق اكتر عشان كمان اتاكد ان الكلام ده صحيح. بعتت لي فعلا بعض الاوراق تاني اضافه اللي عندي يعني، وقريت لقيته فعلا غير الفيلم اللي شارك فيه نجيب محفوظ وبطوله احمد مظهر. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفيلم اللي هو كتبه نجيب محفوظ مغير تماما، احداثه غير الفيلم اللي قام ببطوله احمد مظهر. احمد مظهر احنا شفناه كلنا ركز على الحياه العسكريه، المعارك والقدس. هو الناصر صلاح الدين كان قصه يوسف السباعي، لكن نجيب محفوظ كان من فريق المعالجه. بالظبط كده، شارك في كتابه السيناريو. فلما الفيلم بقى اللي هو اللي كتبه نجيب محفوظ اللي كان هيعمله فريد شوقي بيتناول الناحيه العسكريه، ولكن مركز قوي على الناحيه الاجتماعيه عند الناصر صلاح الدين الايوبي. هو كانت بدايته ايام ما اتعين وزير للعطف في مصر، خلف لعمه، فبيتناول بقى صلاح الدين الرومانسي عن طريق قصة حب السيدة اسمها زهراء، وبيتناول حياته كإنسان مع الشعب، كان بينزل متخفي في وسط الشعب عشان يسمع الشكاوى ويبتدي يعالجها، كان حازم جدا مع خونة الوطن وهكذا. بس أكتر التركيز في الفيلم على حياة الاجتماعية لصلاح الدين الأيوبي. طب أنت معاك ورق السيناريو نفسه، هل السيناريو كان خلصان ولا لسه بيتم معالجته ولا إيه؟ السيناريو نجيب محفوظ كتبه كامل الفنان فريد شوقي، لدرجه ان هو يعني قبض عربون الفيلم عشان يتنفذ، ولكن لم يتم تنفيذ الفيلم. ليه ما تنفذش؟ انت يعني ما بحثتش؟ يعني حضرتك قلت ان السيده ام كلثوم ما عندهاش رد على الموضوع ده. انا لما خدت الكلام من السيده ام كلثوم، طبعا انا عشان اعمل موضوع مكتمل وعشان انقل للقارئ لموضوع الفيلم وقصه الفيلم وتاريخه، كان لازم ابحث ورا ايه عدم تنفيذ الفيلم، وخصوصا ان هو اتكتب قبل فيلم الناصر صلاح الدين اللي قام ببطولة احمد مظهر. فانا بدور لقيت ان في مقاله للاستاذ الكبير الصحفي صلاح سلام بينتقد فيها الفنان فريد شوقي، لان الاخير صرح وقال ان هو بيستعد لتجسيد شخصيه صلاح الدين الايوبي. وطبعا الكلام دوت ما لقاش استحسان صلاح سالم، وقال ازاي ان فريد شوقي بعد ما عمل دوره في فيلم الفتوه اللي هو هريدي اللي دخل السوق واتضرب على قفاه اول ما دخل السوق، ازاي هيمثل قائد عربي زي صلاح الدين الايوبي؟ فزي ما تقول كده فريد شوقي حس بالاحباط وحس ان هو يعني لو عمله هيحصل فيه خلاف. بس فريد شوقي كان ذكي وطبعا فنان عظيم ويقدر يعمل اي شخصيه مهما كانت، رد بطريقه مختلفه خالص بدون
بدون ذكر اسم صلاح سالم رد بطريقه مباشره ان هو عمل دور بعد كده في فيلم واسلامه بطريقه غير مباشره بالظبط دور بلطاي وده اللي نجح نجاح كبير جدا فاثبت ان الفنان هو اللي قادر على تجسيد كل شخصيه صح بالظبط. حضرتك بتقول ان الفيلم كان هيبقى من انتاج كمان الفنان فريد شوقي. يعني هل كان في كلام مثلا عن يمكن حد يساعده في الانتاج؟ يعني شفنا مثلا ناصر صلاح الدين كان من انتاج مشترك ما بين اسيا داغر ويوسف شاهين تقريبا لو انا مش غلطانه. مزبوط. هل كان في كلام عن منتج تاني يمكن يدخل يساعد فريد شوقي انه يبقى فيلم بضخامه الناصر صلاح الدين؟ لا هو فريد شوقي كان داخل الفيلم لوحده ان هو هينتجه ويقوم ببطولته. الاتفاق كله والعربون اللي قبضه الاستاذ نجيب محفوظ بيتكلم ان هو فيلم انتاج فريد شوقي فقط. طيب اختيار فريد شوقي هل كان ليه معايير غير الصداقه اللي كانت بتجمعه بنجيب محفوظ؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت كده ان كان في صداقه بين الاستاذ فريد شوقي والاستاذ نجيب محفوظ كبيره جدا بتعود من ايام لما كان فريد شوقي قرا للاستاذ نجيب محفوظ روايه بدايه ونهايه وقرر ان هو يشتري حقوق النشر بتاعتها. فراح لنجيب محفوظ في مكان عمله كان في وزاره الاوقاف فدخل مكتبه فكان الاستاذ نجيب محفوظ بيشتغل في قسم الرهانات حتى وهو في لقاء تلفزيوني بيحكي بيقول الراجل الاديب العالمي ده كان بيرهن صيغه الستات من نوع من انواع الضعابه يعني. فمن هنا بقى ارتبطت قصه الصداقه. فكان داخل وقتها الاستاذ فريد شوقي بيعمل فيلم جعلوني مجرما للسيد بدير فاتفق معاه ان هو ان يجيب نجيب محفوظ يرسم الشخصيات لان نجيب محفوظ كان بيبدع في رسم الشخصيه. لما تيجي تقرا روايه نجيب محفوظ تحس ان الشخصيه قاعده قدامك بكل تفاصيلها بالمكان اللي قاعده فيه صحيح لكنك قاعد معاها فعلا. فاتفق مع نجيب محفوظ ان هو يكتب السيناريو مقابل 100 جنيه. فعلا بداوا عملوا ورش واستمر تقريبا تحضير الفيلم ده من 6 لـ7 شهور. وبعد ما خلص الفيلم فراح الاستاذ نجيب محفوظ لفريد شوقي قال له ال 100 جنيه اللي انت اديتهاني اهيت. فطبعا فريد شوقي ظن ان هو مش عاجبه لان المده طالت. قال له استاذ نجيب انت عشان المده طالت؟ قال له لا انا لو معايا فلوس اكتر كنت اديتها لك لانه علمتوني يعني ايه سيناريو. يا سلام. فده درس طبعا نتعلمه ان مهما كان الواحد او كاتب كبير او حد وصل للعالميه ان هو ما زال تلميذ يتعلم في الحياه. فكان ترشيح الفيلم كان لانه درجه الصداقه طبعا واكيد استاذ فريد شوقي رشح ان نجيب محفوظ يكتب عن صلاح الدين الايوبي ومن هنا بقى جت قصه الفيلم. هل ممكن نشوف شركه انتاج تتبنى السيناريو ده وتنتجه هي النهارده؟ والله ده نتمناه لاني اعمال الاديب العالمي نجيب محفوظ اثبتت خلودها على مدار العصور ما ينفعش تتعرض للتقادم خالص. السيناريو فعلا بحاله جيده جدا وكان نجيب محفوظ كتبه امبارح. حتى احنا شايفين قدامنا الورق يعني بحاله جيده جدا. حتى لو حضرتك تلاحظي خط نجيب محفوظ خط ممتاز يعني يسهل قراءته واعاده كتابته تاني وتنفيذه صحيح. او يتم اصدار العمل في صوره كتاب يعني في مشروعين اما يتم في صوره كتاب يا اما يتم عمله. حابين نشوف احنا حاجه مصوره في الحقيقه يعني فيلم ناصر صلاح الدين لحد النهارده لو قلبنا في اي قناه احنا بنقف ونتفرج عليه للابداع الشديد اللي يعني عملوه كل طاقم العمل من ممثلين من اخراج من تفاصيل كتيره من ملابس حتى من كل حاجه كانت جوه الفيلم لحد النهارده بالنسبه لنا كلنا ابهار يعني. فان احنا النهارده نشوف القصه يعني معالجه بشكل مختلف قادرين نشوفها بايد بقى او برؤيه خليني اقول الاديب نجيب محفوظ هتبقى اكيد مختلفه بشكل كبير. كبير جدا. حضرتك عندك حق طبعا طبعا لانه كان بيتميز جدا في الكتابه ولغايه الان انا حتى اللي خلاني ابقى مبسوط اكتر ردود الفعل لما الموضوع اتنشر ان الناس عندها استعداد ان هي تقرا وان هي تعرف وتقرا حاجات جيده يعني ده حاجه كويسه وحاجه ايجابيه جدا. صحيح. طيب لو هنفترض ان هو هيتنفذ كفيلم دلوقتي هل انت شايف ان هو يتاخد كما هو روايه على وضعها كده ولا محتاجه لسه برضو معالجات واضافات وبعض التعديلات؟ والله انا شايف ان الاستاذ نجيب محفوظ كاتبها بكل تفاصيل يعني حتى لو طبعا كل زمن مختلف عن الزمن اللي قبليه علشان سرعه الريتم ممكن يحصل تدخل بسيط لكن السيناريو مكتوب على التنفيذ على طول بوصف كل حاجه. اوكي. طيب المراجع التاريخيه بقى هل احنا النهارده بنتكلم عن قصه فانتسي شويه اللي هي قصه الحب ما بين الناصر صلاح الدين او صلاح الدين الايوبي وحد
الشخصيه الثانيه وزهراء كان السيده وزهراء ولا كان في مرجع تاريخي بنرجع قادرين ان احنا نرجع عليه نقول انه لا كان في قصه دي موجوده بالفعل. بص حضرتك، هو نجيب محفوظ لما كان بيكتب عن الشخصيات او هو طبيعه نجيب محفوظ دايما او اغلب شخصياته اقرب للحقيقه لانه هو اديب واقعي. فلما يقبل على كتابه مشروع زي دوت اكيد ذاكر كويس جدا علشان ورجع لكتب كثيره علشان يكتب الشخصيه ديت. حتى لو كانت هتتسم ببعض من الخيال، لان طبعا اكيد في اي سيناريو او اي روايه حتى لو كانت حقيقيه لازم تتسم ببعض من الخيال. طبعا طبعا، هو ده مش وثائقي في الاخر يعني، ده بالظبط بالظبط. فطبعا لازم خيال الكاتب هي اللي يطغى على العمل. طيب بما ان النسخه اللي اكتشفناها دلوقتي هي الاقدم، ليه ما نفذهاش مع احمد مظهر ويوسف شاهين؟ زي ما برضه دي نفس الموضوع اللي شغل بالي برضه. يعني ليه كتبنا نسخه ثانيه اصلا؟ لان هو نجيب محفوظ لما دخل على فيلم النص صلاح الدين كان معاه مجموعه من الكتاب السيناريو، مش هو لوحده اللي كتب، لكن الفيلم اللي في ايدينا احنا هو بتاع نجيب محفوظ فقط، ما حدش تدخل في كتابته. فطبعا دي برضو تورينا قدره نجيب محفوظ على كتابه الشخصيات بعده طرق. يعني هو حضرتك لما تقرا السيناريو اللي معانا ولما حضرتك شفت الفيلم هتحس ان في اختلاف كبير جدا. هل لسه في الاتصال مفتوح مع السيده ام كلثوم نجيب محفوظ عشان الكشف عن مزيد من الاسرار؟ اكيد عندها حاجات كتير يعني، لو دورت اكيد هتلاقي. والله انا ده اللي برضو يعني متوقعه، ان هي لو دورت هتلاقي حاجه زي كده. حتى في سياق الكلام قالت لي ان هو الاستاذ نجيب محفوظ كتب قصه بوليسيه محكمه جدا ولكن محدش يعرف عنها حاجه، اداها المنتج والمنتج دفع فلوسها وسافر ومحدش يعرف ولا مين هي المنتج. نسخه واحده كانت مكتوبه والمنتج نسخه واحده. فالمنتج سافر ومحدش يعرف مين المنتج ومحدش يعرف عن الموضوع ده حاجه. وهي بتقول لي ان الاستاذ نجيب محفوظ ندمان على القصه دي. ان هو ندمان هي ما تنفذتش يعني، ما يعرفش عنها حاجه.